السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في فيديو جديد على قناتكم بيسان والكرة. كنا قد تكلمنا في عدد سابق عن وضع لاعب الخضر جمال بالعمري وعن تخلفه عن ركوب الطائرة التي خصصتها إدارة الشباب السعودي للطاقم الفني وللاعبين المحترفين والتي أقلعت من باريس باتجاه المملكة العربية السعودية. الصحافة السعودية واصلت هجومها على اللاعب الجزائري وأوردت خبرا حول غيابه لليوم الثالث من دون تبرير كما يظهر في الصورة بالعمري، وبعد أن امتنع عن الرد لثلاثة أيام بلغ معه السيل الزوبة وفضل الرد بنفسه وعلى حسابه على انستغرام. لاعب الخضر كما يظهر في الصورة أيضا قال أنه يملك حجة غياب وأنه لا يملك خلافات مالية مع الإدارة قبل أن يرد بسخرية: هل تريدني أن أعود مشيا؟ رد بالعمري تصدر موقع تويتر بقوة، حيث اختارت الجماهير هناك هاشتاغ تبغاني أرجع مشي، وهي الجملة التي قالها اللاعب الجزائري في رده. ويبدو أن شعبية بالعمري لم تتراجع، حيث تلقى دعما منقطع النظير نتج عنه سخرية كبيرة من خبر صحيفة الرياضية من بعض الأنصار كما يظهر في الصورتين المعروضتين. مناصر آخر للشباب وقف في وجه صحافة ناديه وقارن بينها وبين صحافة الأهلي السعودي، والتي قالت أن غلق الأجواء في الجزائر كان سببا في تخلف عودة بليلي، فكيف يعود بالعمري وهو من نفس البلد؟ الخبر التالي سيكون عن لاعب ريال بيتيس عيسى ماندي. وردت في اليومين الأخيرين أخبار عن رغبة ماندي في الرحيل، وهذا بسبب وضعه مع النادي وبقائه في عدة لقاءات كبديل. ولو أنني شخصيا أرى أن السبب واهي، لأن ماندي أساسي على الدوام منذ بداية الموسم. المهم، ماندي يرغب في الرحيل وعدة أندية تراقبه. صحيفة لارازون الإسبانية قالت صباح اليوم أن نادي ليون ربما يكون الأقرب لضمه، حيث كانت الإدارة تسعى للتعاقد مع قلب دفاع فالنسيا البرازيلي باوليستا، لكن مغالاة النادي الإسباني جعلتها تتخلى عن هذه الرغبة وتفكر في ماندي. في هذا الخصوص نشير إلى أن ماندي لا يوجد كخيار أول وحيد، فهناك أيضا المدافع محمد ساريسو مدافع نادي بلد الوليد، والذي يعتبر أيضا صفقة جيدة للفرنسيين. على العموم، عقد ماندي سينتهي من نهاية الموسم المقبل، ومع نهاية الموسم الحالي ستظهر وجهة جديدة وربما أحسن بكثير من ليون، وهو ما نتمناه. أعلنت إذاعة فرنسا الدولية عن ترتيبها النهائي لجائزة مارك فيفيان فوي، والتي تقدم لأحسن لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي. الجائزة ومن دون مفاجأة تذكر كانت من نصيب لاعب منتخب نيجيريا ونادي ليل فيكتور أوسيمان. الثنائي الجزائري أندي ديلور وإسلام سليماني رشحا لهذه الجائزة، حيث احتل إسلام المركز الثاني ب 95 نقطة، فيما احتل ديلور المركز العاشر ب 13 نقطة. تواجد الثنائي الجزائري في قائمة أحسن 10 لاعبين يعتبر إنجاز، ولو أننا كنا نتمنى تتويج أحدهما في الأخير. الخبر الأخير في هذا الجزء من الأخبار سيكون عن رشيد غزال. مستوى غزال لدى لاتسيو ما زال يصنع الحدث، حيث انقلبت آراء الصحافة المقربة من الفيولا من المطالبة بطرده إلى المطالبة بإبقائه. موقع فيولا نيوز المقرب من فيورنتينا أعد تقريرا مطول عن غزال، عدد فيه صفاته الجيدة التي يمكن أن يستفيد منها النادي. الموقع السابق قال أن غزال يمكن أن يكون سلاحا قويا في يد المدرب ياشيني من الآن فصاعدا. نعم، غزال أصبح الآن سلاحا قويا بعد أن كان مجرد عاهة، دائما مع الإشادات، ولكن من المحللين والمختصين هذه المرة. جيوفاني غالي الحارس السابق لفيورنتينا أشاد برشيد وقال أن ظهوره كان إيجابيا وأنه يتوقع منه تقديم مستوى أحسن مستقبلا. أما أنطونيو دي جينارو وهو وسط ميدان سابق في فيورنتينا فأشاد أيضا بلاعب الخضر، وقال أنه يمكنه أن يقدم أفضل من مستواه المقدم ضد لاتسيو، لكن بشرط أن توفر له الظروف المناسبة. إلى هنا يكون عدد اليوم قد انتهى، نلتقي في عدد جديد إن شاء الله. سلام.